الحاجب المنصور، الوزير الذي حكم كل بلاد الأندلس. في آخر أيام الحكم ابن عبد الرحمن الناصر أصيب بمرض الشلل ثم توفى، واستخلف من بعده ابنه هشام ابن الحكم، وكان عمره وقتها 12 سنة. فلك أن تتخيل طفل صغير عمره 12 سنة أن يكون حاكم على هذه البلاد العظيمة، بلاد الأندلس، بلاد كل ممالك أوروبا تتشوق إلى هزيمتها. وده كان خطأ فادح في اختيار الحاكم، كان لابد أن يتم اختيار رجل يستطيع أن يتحمل الأعباء الثقيلة من مهمة حكم بلاد عملاقة زي بلاد الأندلس. المهم سنة 366 تولى هشام بن الحكم حكم هذه البلاد وعمره 12 عام، واتعمل عليه مجلس وصايا. المعنى الأوضح بقى اللي يتحكم في حكم البلاد 3 أشخاص: الحاجب ابن جعفر ابن أبي طالب، والحاجب يعني رئيس الوزراء، وقائد الشرطة محمد ابن أبي عامر، وامرأة هي كانت أم هشام واسمها صبح. وطبعا عندنا بنقول المركب اللي فيها رئيسين بتغرق، ودي فيها 3 رؤساء. فبدأ الأمر بمحمد ابن أبي عامر اللي هو أصلا بطل قصتنا، الحاجب المنصور، وكان في الوقت ده رئيس الشرطة. والراجل ده كان عنده طموح كبير ورهيب لحكم ولاية هذه البلاد. أول شيء يعمله هو إيه؟ قرر أنه يحاول أن يتخلص من هؤلاء الأوصياء على الحكم، فدبر مكيدة وسجن الحاجب جعفر بن عثمان اللي هو في الوقت ده كان رئيس الوزراء، ثم قتله بعد ذلك. فبقاله مين؟ أم الملك، ودي كانت ست ضعيفة نسبيا بالنسبة لرئيس الشرطة، فلم تؤثر عليه في شيء، فتركها في قصرها وتقلد هو كامل أمور الحكم، وبدأ يحكم بلاد الأندلس باسم الخليفة الصغير هشام ابن الحكم. طيب الراجل ده عايز يقوي موقفه أكتر بعد اللي عمله، فتزوج من ابنة رجل اسمه غالب ابن عبد الرحمن. غالب ده أمير الجيش، وبالتالي حيد جانب أمير الجيش لمصلحته وضمن ولاء الجيش كله ليه. ولما انتبه غالب ليه ولنواياه الخبيثة، وغالب قرر ان هو يواجه الحاجب المنصور، فالحاجب امتص طاقته وغضبه وهدى الأمور، وبعد كده دبر لأمير الجيش مكيدة أخرى. تخيل مين اللي قتله ده؟ اللي قتله ده يبقى حماه. يعني كده بالأوضح الحاجب قتل جعفر بن عثمان رئيس الوزراء، ثم قتل حماه أمير الجيش، ثم استدعى رجل اسمه جعفر بن علي بن حمدون، وده كان قائد جيش الأندلس في المغرب، وقربوا إليه واستفاد من قوته، ثم بعد ذلك دبر له مكيدة أخرى وقتله، وبذلك تملك من كل الأمور في يده، وابتدى كل الأشخاص اللي بيوليهم تحت رايته بيكونوا تحت وصيته ورأيه، واستعان بكل من يضمن له بالولاء، وتولى الحكم من سنة 366 إلى سنة 392 إلى أن مات. وده كان الجانب اللي بنأخذه على محمد ابن أبي عامر من مكائد ومؤامرات، وقتل في بداية عصره على الأقل 3 لكي يصل إلى الحكم. ولكن مع كل هذه الأمور إلا أنه كان له جوانب مضيئة في حياته جعلت جميع المؤرخون يتعجبون كثيرا جدا من سيرته، وهو ده بقى إن شاء الله اللي احنا هنعرفه مع بعض في الحلقة اللي جاية من قصة الحاجب المنصور، أعظم وزير حكم البلاد. إحنا كده اتكلمنا عن الجوانب السيئة، لكن هنتكلم على الجوانب اللي المؤرخين تعجبوا منها إن شاء الله. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو لأكبر ناس أنت تعرفهم، وأشوفكم إن شاء الله على خير في الحلقة اللي جاية والجزء الثاني من قصة الحاجب المنصور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.